معلش معلش، تعالي بقى تعالي تعالي، اقعدي يا حبيبتي اقعدي. انا السبب، انا اللي خليت انت تقتل. انا اساسا ما اريد تهدى شويه عشان نعرف نتكلم. انا فتحت القضيه دي، والراجل ده انا عملت عليه حمله صحفيه كبيره جدا، دخل بسببها السجن، ما استحملش ومات جوه. الراجل ده بقى يبقى ابو كريم. انا فهمت كده، هو بقى معتبر ان انا سبب في موت ابوه. بالظبط كده. انا من النهارده هحط لكم حراسه على الفيلا كلها، في خلال 24 ساعه الواد ده هيبقى في ايدي. هو اكيد ما خرجش بره الكومباوند. انا هستأذنكم دلوقتي. نادر قال لي، نادر قال لي معلش. أنا اللي غبية. خلاص بقى يا حبيبتي، ده عمرها. خلاص يا حبيبتي معلش. عارف اكتر حاجه بتضايقني؟ ايه ده؟ مين؟ السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمة الله وبركاته. هو فيلا الدكتور محمد مراد هنا؟ مفيش حد بالاسم ده هنا. قالوا لي قريبه. معرفش والله. شوية مية عشان العربية، عشان العربية سخنة الله يخليك. حاضر. تستي بشيف على الموبايل بسرعه. سلمى! ده هو ما تخافيش، كلمي شريف. سلمى! انا اسف خيبت ظنك فيا، بس صدقيني مش انا السبب، امك هي السبب. مفيش سيجنال، مفيش سيجنال. ده مش هوش على الشبكة ولا ايه؟ معرفش يعني ايه. بقولك ايه، انا هنزل تحت هحاول اتصل من على التليفون الارضي لشريف. لا لا لا، انت اوعي تتحركي من الاوضه. لا عشان خاطر، لا اوعي تتحركي من الاوضه زي ما بقولك كده. انا لازم انزل، لو استنينا هو هيطلع لنا. بس ما تتحركيش من الاوضه. اوعي تتحركي.
مامي. أنا بحبك. ما كنتش حابب أحطك موقف زي ده. أنت عارفة كده صح؟ صح؟ أمك خدت مني حاجة غالية جدا. أبويا. لازم أخليها تعيسة. لازم أندبها. أنا قررت أخد حاجة غالية عليها. لا لا. ايه دنيا انا بقولك خفيت سيبها.